أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار، والبداية مع العناوين. كتائب القسام تنشر فيديو كمين الأبرار الذي أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. بلينكين يتحدث عن مقترح جاد لحماس، والحركة تقول إنها تدرس المقترح المقدم إليها في مفاوضات القاهرة بمسؤوليك. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مزيدا من مواقع الاحتلال وتجمعاته، ومقاومة العراق تعلن قصف 5 مواقع في الأراضي المحتلة، والإعلام الإسرائيلي يقر بإخفاق منظوماته في رصد المسيرات. موسكو وبكين تؤكدان مواجهة عقلية الحرب الباردة والهيمنة والترهيب، والرئيس الصيني يشدد على أهمية التعاون الوثيق، ولافروف يقول علاقات البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نشرت كتائب القسام مشاهد لعملية التخطيط والتحضير لكمين الأبرار من لحظة البدء إلى مراحل التنفيذ، وتظهر المشاهد استهداف جنود الاحتلال وآلياته من النقطة 0 في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كمين 27 من رمضان فصيل مشاه هيروح بعد ما يخلص شغله. تمام هيروح. لا كل العضو هذا بتستناه، هذا الجيت لك على المفترض الاثنين اللي بدهم يشتغلوا، هذا ضد الافراد اللي هيك، هذه افراد اثنين بدهم يشتغلوا افراد عليه على طول، هذه افراد. هلقيت الاليات اللي حتيجي من هنا بدنا كمين اللي هو ايش الاليات، هم هلقيت مجرد ما يصير في هذه المنطقه استهداف للمشاه على المفترض هذه الاليات تجي مباشره. الاليات حتيجي من وين؟ من المربض، من نقطه التجمع. صحيح. قبل ما يوصل هذول الناس اللي حي هيك الان، هذول الناس حيشتغلوا مباشره مع الافراد، يقطعوا الاسناد عن الافراد. خلينا بنراجع تي ال بي مع بعض. كويس. هنا بدنا عبوه شواد، وبدنا قذفين على الاقل. وهنا مجموعه نخبة ومجموعة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحقق أهداف الكمين، وأن تمكننا من قتل أعدائك اليهود. ما زال في لعبة القسام الكثير، فإنه بفضل الله تعالى قام مجاهدون الأبرار بإعداد كمين محكم لقوة ضاربة، قوامها فصيل مشاة من جنود العدو الصهيوني، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما تعاملوا مع الآليات التي جاءت لإسناد قوة المشاة وحققوا فيها إصابات مباشرة. وسنترك الصورة لكم لتتحدث عن نفسها. شوف كم بيجي. يلا يا ولاد يلا بيكم ان شاء الله. قدموه.
هي هاجت اصبر. وإننا في هذا المقام ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى أولا أن وفقنا في ظلال النفحات المباركة لليلة 27، كما نوجه رسالة شكر للجباه الساجدة التي كانت ولا زالت تدعو للمجاهدين بالنصر والتمكين، كما وندعو جماهير أمتنا الغالية بالانضمام لقتال قتلة النساء والإطفال. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه عينة مصغرة من الذي يعانيه الجيش المهزوم في وحل غزة، والذي سمحت الظروف الأمنية بعرضه، فلا يزال الجيش المطأطئ رأسه للمجاهدين في 7 أكتوبر المتنمر على النساء والأطفال والأحجار، يتكتم على خسائره ويفرض رقابته على جمهوره ويكتفي بإعلام أهالي القتلى في أضيق الدوائر تماشيا مع قرار نتنياهو المتفرد. ولا يزال الأحمق المطاع المذكور يمني نفسه بالنصر الساحر مضحيا بجنوده وأسراه يوما تلو الآخر في سبيل الحفاظ على منصبه ورفاهية ابنه يائير وهدايا العجوز الشنطاء. ونحن هنا من خان يونس ومن الزنة في الأرض التي تزعم أنك سويتها وأمنت فيها، والله لن نترك هذا الأمر حتى تندحر عن بلادنا أو نذوق ما ذاق سعد بن معاذ رضي الله عنه. لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا ما دام الله معنا ونصره قريب، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت المقاومة تصديها للاحتلال على محاور عديدة. كتائب القسام كانت أعلنت استهداف مقر قيادة لواء النحال الإسرائيلي العامل في محور نسارين بقذائف الهاون. أما سرايا القدس فأعلنت قصفها حشدا لجنود الاحتلال في رعيم برشقة صاروخية. هذا في وقت اعترف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 6 عسكريين خلال المعارك في الساعات 4 الماضية. قدام عيني طلعوا 4 وطخوهم. بعد ما افرجوا عنهم وقالوا لهم اطلعوا طخوهم. منهم دكاتره 2 هيهم بتعالجوا في المعمداني،
لا تزال آثار مجزرة مجمع الشفاء الطبي وما حوله تطرق آذان العالم الصامت وحقوق الإنسان التي يجب أن تتداعى لما حدث داخل مجمع الشفاء الطبي. طبعا بعد حصار مجمع الشفاء الطبي وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة هنا حقيقة في المجمع ومحيط المجمع، الآن طبعا تقوم طواقم الدفاع المدني بعمليات البحث عن الجثث التي تم اختفائها حقيقة داخل المجمع وخارج المجمع، طبعا بالشراكة مع المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وهناك أيضا طواقم الصحة وطواقم الخدمات الطبية وكل المختصين الآن يعملون في هذا المكان وفي هذه اللحظة من أجل أن ننتشل ما يمكن انتشاله. نجده في كل متر مكعب تقريبا من الرمال تجد أشلاء، وتجد كما ترى هذا الجثمان وأشلاء مقطعة في أكياس هنا وهناك يتم يعني تحريزها ووضعها وحفظها من أجل محاولة الأهل يعني إثباتها والتعرف عليها. هنا أيضا جثمان جديد يتم إخراجه في هذه اللحظات هنا في هذا المكان من أجل محاولة التعرف على هذه الأشلاء التي يتم العثور عليها في ساحة مجمع الشفاء الطبي. هذه جثة محللة لمرأة، هذا تم اعدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عندما كان في مجمع الشفاء محاصر. هذه جثة محللة، تم قطع الرأس من الجثة، يعني هي جثة هامدة من تشم الريحة وشايف كيف الوضع، الله المستعان. مباني مدمرة، أجهزة مدمرة، يعني المستلزمات الطبية، المختبرات، أيضا القتل الممنهج للكوادر الطبية، كيف تطلق الرصاص على الدكتور محمد النونو، كيف وهو مدير مستودعات الدوائية، كيف قتل الدكتور محمد صالح وهو مدير المختبرات الطبية حيث تم تكبيله وإطلاق الرصاص على رأسه. تخطى الاحتلال الإسرائيلي كل حدود الإنسانية بما فعله داخل مجمع الشفاء الطبي، أشلاء في كل مكان. هذه الأشلاء ستبقى شاهدة على جرم الاحتلال الإسرائيلي وصمت العالم الدولي جراء ما حدث ويحدث في غزة وشمالها. محمود العوضية من داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الميادين. سرايا القدس عرضت مشاهد من استهداف قوة صهيونية وتفجير دبابة خلال المعارك الضارية في خان يونس. إن حضورنا الميداني وعلى مشارف الشهر السابع للمعركة يحمل رسالة هامة، وهي أننا نرفض الاحتلال ولن نسمح له بالاستقرار على أرض غزة وعلى العدو الذي يفكر بالبقاء واجتياح رفح أن يلتقط الإشارة جيدا.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده لديها عرض جاد لحركة حماس عليها قبوله. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، شكك بلينكين في إمكان شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجراء محادثات مقررة الأسبوع المقبل مع واشنطن. وكانت قيادة حماس أعلنت أنها تدرس المقترح المقدم بعد مفاوضات القاهرة بكل مسؤولية وطنية، مضيفة أنها ستبلغ الوسطاء بردها عند الانتهاء من ذلك. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، فقد نفذت المقاومة الإسلامية هجوما ناريا على تموضع لجنود العدو ودبابة مركافة في ثكنة دوفيف، ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط الجنود بين قتيل وجريح. كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية تحركا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام وثكنة زبدين وموقعي رويسات العلم والرادار. كذلك جرى الهجوم بمسيرة انقضاضية على جهاز للتشويش على المسيرات في موقع العاصي، والهجوم أيضا بمسيرة انقضاضية على تجمع لجنود الاحتلال في موقع البغدادي. منذ انطلاق عمليات المقاومة في 8 أكتوبر العام الماضي، عمد الاحتلال إلى استهداف منازل المواطنين في محاولة لتثبيط عزيمتهم. ومع دخول المواجهات شهر 7، لا يزال الجنوبيون متمسكين بقراهم ومقاومتهم. تقرير حسين السيد. كحال معظم القرى على طول خط المواجهة، هنا في كفركلا دمار، شهداء، تضحيات، يقابلها صمود، تحد وإصرار. هذه الأرض إلنا ما حنتركها وحنضلنا صامدين فيها لآخر رمق، وبش فرقاني معنا شو بيصير. هينا باقيين هون، دمروا المراكز بنرجع منعمرها، دمروا البيوت بنرجع منعمرها أحسن ما كانت. نحن أصحاب قضية وأصحاب حق. نحن عم نتحدىهن وبنجي وبنقول الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله بنرجع لأرضنا منتصرين بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله منتصرين بحق دم هالشهداء، ما بيروح دمنا هيك يا رب، والحمد لله على كل شيء. تعجز سياسة التدمير الممنهجة التي يعتمدها الاحتلال عن تركيع الجنوبيين، على العكس فإن ذلك يزيدهم إصرارا على المواجهة. هيدا الدمار واللي انتم شايفينه وبيوتنا كلها تنزل على الأرض، أبدا ما بيعني لنا هذا الشيء. كل هذا الضرب والهذا ما بيأثر فينا، عادي تعودنا. أكيد الناس ناطرة لحظة إعلان الهدنة، الناس حترجع باللحظة الأولى مش باللحظة الثانية. يعني إذا الهدنة حتوقف ساعة 8 الصبح 8:05 حتكون طريق نهر الليطاني ملاني ناس جاي على كفركلا. على الرغم من محاولات التهويل والتخويف الإسرائيلية، يتحدى الجنوبيون الاحتلال ويكرمون شهداءهم في مقابل المواقع الإسرائيلية. على بعد أمتار من الجدار الفاصل مع شمال فلسطين المحتلة، يأتي الجنوبيون إلى هنا للتأكيد على أنهم عائدون إلى منازلهم في أقرب فرصة ممكنة، وأنهم يدعمون المقاومة بكل ما يمتلكونه. حسين السيد، كفركلا، جنوب لبنان، الميادين. وعلى جبهة الإسناد العراقية، أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 72 ساعة. كذلك أعلنت قصف 2 حيويين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر في عسقلان، إضافة إلى ميناء عسقلان النفطي وقاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع. مشاهد نشرتها المقاومة الإسلامية العراقية أظهرت إطلاق صواريخ إضافة إلى الطائرات المسيرة، وأكدت استمرارها في مقاومة الاحتلال ونصرة أهل غزة والرد على مجازر الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين. إلى إيران، حيث أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تركسيري في مقابلة مع الميادين أن طهران ستوجه صفعة قوية للاحتلال ردا على اعتدائه على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقال إن إيران لا تحرك أو لا تتحرك بانفعال ولا باستعجال، بل سترد على هذا الاعتداء في الوقت المناسب. هذه الجريمة لم تحدث في أي حرب،
السفارات أماكن آمنة وتعد من أراضي الدول. في تلك السفارة لم يكن هناك مستشارون عسكريون فقط، بل كان هناك أيضا نساء وأطفال ورجال، فهذا الاستهداف يعد جريمة، ولكن كما قال قائدنا العزيز سيجري الرد عليها. ولكن نحن لا نتحرك بانفعال ولا باستعجال، نحن لسنا من النوع الذي يتلقى صفحة ويسكت. في الوقت المناسب سيوجه المسؤولون المعنيون صفعة قوية إن شاء الله، وعلى رأس قواتنا المسلحة عالم عارف بالله، صبور حكيم عاقل، والمنطق يحكم القوات المسلحة الإيرانية. نحن نتصرف ونرد عندما نرى ذلك مناسبا، ولكننا حتما سنرد، وكما قال السيد القائد لن نترك الأمر من دون رد. الأدميرال تنكسيلي قال أن على الدول المجاورة لإيران أن تدرك أن إيران لن تقبل بحضور أتباع الصهاينة الذين يمثلون تهديدا لها، وأشار إلى أن دوافع هذا الحضور ليست اقتصادية إنما أمنية وعسكرية. لذلك كانت رسالتنا دائما تأكيد أمن هذه المنطقة، وأن بإمكاننا إجراء مناورات عسكرية مشتركة في المضيق مع أشقائنا في البلاد المجاورة للخليج الفارسي. نحن لدينا القدرة على إرساء الأمن في هذه المنطقة، ولكن على الدول المجاورة أن تعرف أننا لن نقبل بحضور أتباع الصهاينة في دولهم، فهذا يعد تهديدا لنا، ونتمنى ألا يخطئوا في هذا الأمر وأن يراجعوا أنفسهم. ألا يعني جلب الصهاينة إلى دولة مجاورة تهديدا؟ ليعلموا أنه إذا مس بلدنا مكروه فإن المكان الذي أتوا منه لن يبقى. هل من الممكن أن يفرضوا عليك تهديدا من مكان ما؟ إذا كانوا يبحثون عن الأمن وإرساء الأمن الدائم فلا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. إن وجود الصهاينة في دولة جارة لنا، ونحن نعلم أن الهدف منه ليس من أجل العمل الاقتصادي، هم في الواقع موجودون لأغراض أمنية وعسكرية. هذا تهديد وهذا ينبغي ألا يحدث. بعد إعلان الجيش اللبناني توقيف عدد من المتهمين بقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، وزير الداخلية يعلن أن الجريمة ارتكبها السوريون، ويشدد على أن البلد لا يحتمل الفتن، وسط دعوات إلى إعلاء صوت العقل والحكمة، ولا سيما بعد مسارعة حزبي القوات والكتائب إلى اتهام أطراف لبنانية بخطف سليمان. عباس صباغ والتفاصيل. جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها أفراد سوريون، هذا ما تؤكده التحقيقات التي بدأت منذ اللحظات الأولى لاختفائه، وأدعو المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد. هكذا اختصر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مقررات مجلس الأمن المركزي بعد إعلان الجيش اللبناني توقيف عدد من المتهمين بقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية. لازم المواطنين كمان ما ينجروا لأي ردات فعل أو لأي حوادث ممكن أن هي تضر بأمن مناطقهم. كمان عود على بدء، بنرجع بنحكي انه هيدي الجريمة ارتكبها سوريين. دعوات في لبنان الى اعلاء صوت العقل والحكمة، ولا سيما بعد مسارعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب الى اتهام اطراف لبنانية بخطف سليمان ونزول مناصريهما الى الشارع وقطع الطرق ووقوع اشكالات محدودة مع سوريين. ضروري جدا عدم استباق التحقيقات، ولكن بشرط انه التحقيقات ان تصل إلى نتيجة وأن يعلم الناس بما حصل. عدم استباق التحقيقات، نعم هيك لازم، وترجيح العقل وعدم السير إلى الفتنة وعدم السير بالغرائز، ولكن بذات الوقت في مجتمع غاضب من نتيجة ما حصل، وبالتالي لابد من طمأنته على الأقل بأن يعرف ماذا حصل، وبالتالي أن تأخذ أيضا القوى العسكرية والأمنية كل ما يلزم من تدابير حتى لا تتكرر. حزب الله سبق أن حذر من انزلاق الأمور إلى حافة حرب داخلية بسبب تأجيج الشارع من حزب القوات وغيره واستباق التحقيقات. الخطاب السياسي للقوات اللبنانية منذ إذا بدك الشهور الرئاسي إلى اليوم يوحي بأنه في تهيئة للحظة معينة تنفجر فيها الأوضاع، وازداد الأمر بطبيعة الحال بعد أحداث الجنوب. قطوع داخلي يبدو أن لبنان على وشك أن يتجاوزه، علما أن ما يجري على الحدود وفي فلسطين يستوجب منع أي محاولة لإحداث فتنة والحفاظ على السلم الأهلي.
دعوات متكررة إلى منع الفتنة في لبنان بعد اتهامات غير مستندة إلى دلائل واضحة وجهت لأطراف لبنانية في خطف المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان وقتله، فيما تؤكد تصريحات المسؤولين وكل ما رشح عن التحقيق أن الجريمة ارتكبها سوريون. عباس صباغ، بيروت، الميادين. أعلنت موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين رسميا هذا العام، وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة الأخير إلى بكين. في هذا السياق، أكد وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف والصين وانغ يي عزم بلديهما على تعزيز علاقات التعاون والشركة الاستراتيجية. وزير الخارجية الصيني قال أنه على روسيا والصين تعزيز العالم المتعدد القطبية والتصدي لهيمنة عدد من الدول في الشؤون الدولية وتعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية. ومن جهته قال لافروف إن البلدين سيواصلان التعاون في الحرب على الإرهاب في إطار علاقاتهما التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في ختام هذه النشرة، كل عام وأنتم بألف خير. فطر سعيد.